أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من لبنان اليوم بانتظار الإعلان عن جولة ثانية محتملة للمفاوضات بين حماس وإسرائيل قد تعقد في القاهرة من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار. يبقى الوضع الميداني في غزة وجنوب لبنان في حالة التصعيد في ظل استمرار العدو الإسرائيلي باعتداءاته على القرى اللبنانية وقطاع غزة. داخليا ما زالت البلاد غارقة في العتمة وتنتظر وصول هبات الفيول لتمنح شعبها 4 ساعات من الكهرباء كحد أقصى، فيما المعنيون أقدموا على تقديم تبريرات لا تثمن ولا تغني من جوع. هذا التطورات ولا سيما يعني الأوضاع الأمنية سواء في لبنان وفي قطاع غزة، نسأل عنها ضيفنا المحلل والناشط السياسي يوسف مرتضى. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. أهلا فيك. يعني أستاذ يوسف، يعني قد تنحل مشكلة الشرق الأوسط برمتها ومشكلة الكهرباء في لبنان يعني بعد ما إلى حل، مع أنه يعني مليارات ومليارات من الدولار صرفت على هذا القطاع وما زالت البلاد غارقة في العتمة. صحيح، يعني بستغل هاللحظة لأقول تحية لك وللشعب اللبناني الصامد الصامد نعم. ولكن كمان الكسلان صراحة الكسول. ملهي بالقمة عايشه أستاذ يوسف، يعني شو قادر هلأ الشعب ينزل يعني ويعمل يفجر ثورة بس كمان هو مسؤول لا. ايه ليش ما في ليش لا، موضوع الكهرباء موضوع مضحك جدا بلبنان. يعني اليوم مصروف على الكهرباء ما لا يقل عن 50 مليار دولار، 50 مليار مش مبالغ فيه، يعني كده ضوينا الكرة الأرضية. هيدا نعم هيدا رقم حقيقي، هيدا رقم أهدر من أموال الدولة. شو يعني أموال الدولة؟ أهدر من أموال المودعين، أهدر من أموال اللبنانيين. نحن عم نفت شوية أموالنا هوني، أهدر 50 مليار دولار ومعنا كهرباء. وأساس الموضوع هو أنه الحاكمين هولي مجموعة المحاصصة في السلطة بدون استثناء، كل من شارك بالسلطة هو شريك في هذه الجريمة بدون استثناء، ما حدا يميز حاله. يعني حتى لو ما شارك بهذا الفساد الموجود إنما شارك بهذا الفساد، شارك بالقرارات، شارك بكل هولي، هو شريك في هذه النتيجة بكل معنى الكلمة. واليوم كانت تجارة الفيول، تجارة الفيول واليوم تجارة المازوت للمولدات أيضا موزعة حصص. معظم الأحزاب كانت عم بتمول أحزابها من سمسارات الفيول بدون استثناء، كان في بين 400 ل 800 مليون دولار سنوي سمسرة من خلال تجارة الفيول. عملوا مشكلة مع الجزائر مع سونا تراك اللي كنا عاملين عقد معه وعم نجيب وصاروا يتاجروا مع آخرين، وأنا شاهد ما بدي أحكي هلا على الهواء على مناقصة مع غاز بروم، كيف كان أحد الوزراء طلب باخرتين كل وحدة 25 مليون، وطلب من المسؤول تبع الغاز بروم اللي هو صديقي وأنا كنت شاهد على ذلك أنه بتجيبوا لنا باخرة والباخرة الثانية بس بتبعتوا لنا شو اسمه البوليسة الشحن وبنعطيكم 5 مليون دولار على البوليسة بس ما بدنا إياها. هذا شو هذا؟ يعني سرقة موصوفة بالفعل. هذا موضوع 100% عم بقول لك أنا شاهد عليه مع الروسي اللي كان واجه هذا الموضوع. لذلك اليوم ليش ما في هالأربع خمس ساعات كهرباء؟ إنه ما إجا الفيول العراقي، ليه ما إجا؟ عم نحكي بأربع وعشرين ساعة، عم نحكي بساعتين وبثلاث ساعات أيوة. وبأربع ساعات. مش صح، مش عم نحكي بالأربع وعشرين تبع العظيم جبران باسيل يعني. جاب بواخر أجارهم كان أكثر من حقهم بعشر مرات، أكثر من حقهم، وثم كان في فواتير عم تتزعبروا، هن هون سرقونا فيهم. لذلك هو اللي مشكلة عند المافيا الحاكمة البلد. كيف كمان هالدول يعني العم هلأ لحتى اللي والله قطعت يعني الكهرباء الشعب اللبناني اللي عم بيواجه إسرائيل إلى آخره بلا كهرباء، شفقت علينا الجزائر حتى تشحدنا شوية فيول يعني من حولوا البلد إلى شحادين، نشحد للجيش من قطر ومن أمريكا لندفع 100 دولار للجندي أو للضابط بالشهر لنجيب لهم تموين، تبه نشحد من سونا تراك او من الجزائر لحتى نضوي ساعه وساعتين كهرباء. ليه؟ لانه عندنا اداره فاسده، اداره مافيا سرقت اموال الدوله، سرقت اموال الشعب،
ودايرين على الشحاضر. بس المشكله استاذ بعضهم مكفيين، هذا بدي اقوله انه ما شبعوا يعني، بعضهم مكفيين بنفس النمط، بعضهم مكفيين يعني. وهون وين المشكله يعني. انا بقول لك المشكله اليوم هي عند الشعب، والمشكله عند يعني موالي الاحزاب. هودي الاحزاب الحاكمين شعبيتهم لازم هي تقوم عليهم. انتوا عم بيضحكوا عليكم، وقفوا الدوله، كلهم مبسوطين بالفراغ، كلهم مبسوطين، كلهم بدهم هذا الفراغ، لانه خلوكم انتوا يا شعب يا اوادم يا احبه، خلوكم انتوا بلا دوله بلا قانون، بحاجه انت للزعيم لحتى تعمل اي خدمه لإلك. بدك الدواء بدك تروح لعنده، بدك المستشفى بدك تروح لعنده، بدك قصه المدرسه بدك تروح لعنده. ليش يا حبيبي؟ بالدوله القانون. كنا عايشين بدوله قبل الحرب، دوله فيها قانون، كان بالكفاءه يروح الواحد على مجلس طبي ويتوظف. نعم. مش بحاجه لا لهذا الزعيم ولا ذاك. كان في كهرباء 24 على 24. كانت الدوله اللبنانيه عم تدين الهند، دينت الهند هاي الدوله. انتم شو عم تعملوا؟ لذلك بصراحه بدي اقول بتمنى على هالشعب الموالي للاحزاب هو ينتفض على احزابه. ما في حل غير هيك، غير بتغير هاي الطبقه السياسيه، هذا الحل الوحيد. ما نحن عنا على الورق احلى نظام، احلى دستور، دستور الطائف بيعمل احلى دوله حديثه. نعم. وممكن تتقدم وتتطور بكل معنى الكلمه، ولكن بدنا نشيل هالمافيا المعطله النظام، معطله القانون. انتفض الشعب 2019، كان عنده انتفاضه. صحيح. انما يعني اللي شو عملوا؟ النتيجه اللي حصدناها انه رجع البلد لورا، ما تقدم لقدام. لا، رجع البلد لورا. ليش؟ هجموا على الثوره، هاجموا عليها بشعارات طائفية ومذهبية، ورجعوا فتحوا ملفات الحرب الأهلية بين عين الرماني والشياح. طبعا الناس خافت، الناس جربت الحرب وما بدها ترجع يعني الحرب. يعني بفترتها مش الأحزاب اللي نزلت ناسها أستاذ يوسف؟ لا، يعني في بعض الأحزاب، لا في بعض الحزبيين نزلت، مش الأحزاب نزلت. يعني يبدو يعني خلص. نحن وصلنا لأستنتاج، في بعض الحزبيين هول أنا عم نشدهم، الأحزاب هي اللي عم بتحرك يعني. لا، نحن وصلنا لهيك استنتاج، الأحزاب هي اللي عم بتحرك الشارع، وإلا وينه يعني هذا هالمواطن؟ مدام سهى، هودي اللي نزلوا من الأحزاب نزلوا بإرادتهم نتيجة الوجع اللي هن عم يحسوا فيه مثل كل المواطنين، مش أحزابهم نزلتهم. ما كانش قرار الأحزاب، لو قرار الأحزاب يعمل ثورة يتفضل يعمل ثورة من فوق، يصلح من فوق. قديش حكوا على بعضهم انهم حراميه وسرقين؟ كم وزير طلع يتهم يعني الوزير الاخر؟ يعني بين البين بالنتيجه انه نزلت هالعالم كل هيدي الفتره عندما استقال رئيس الحكومه اللي كان بوقتها سعد الحريري، وكانه انتهى كل شيء وطلعت العالم عم بيوقف. اللي بين انه في ناس احزاب مزعوجه من الرئيس سعد الحريري، بس ما لا مش بس هيك وغادر، طلعت العالم من الشارع. لا مش بس هيك. وين الطبقه السياسيه اللي كان مفروض انه كانت كلها ضد؟ انا عم بسالك لالي قديش هن هودي الطبقه السياسيه اللي عم تقولي شاركوا بالثوره، الاحزاب شاركت؟ مش مزبوط، شاركوا حزبيين منهم. لو هاي الاحزاب هي كانت ضد الواقع القائم، تفضلوا اتهموا بعضهم بالسرقه كلهم على الاعلام، وزير يتهم وزير والبلد مسروق عم يتهموا بعضهم. في شي حدا حال على القضاء؟ شفتي لك شي وزير راح الحبس؟ ما كلهم حراميه، كل حدا بيغطوا بعضهم، بيتهم الثاني بالفساد وبيعتبر حاله هو الشخص الشريف. والشعب النزيف. والشعب للاسف بيعتبر كل الزعماء الباقيين هن الحرامية والنصابين، وزعيم هو الآدم والشريف. وهذا الغلط، وهذه المصيبة الكبيرة. لا، كلهم شركاء، كلهم شركاء قاعدين بنفس المؤسسة التشريعية بالبرلمان، بيتصافحوا وبيتباوسوا وبيتسلوا وبيقعدوا بنفس الحكومة. نعم. يعطيني هالوزارة وخذ هالوزارة، وبيطلعوا على الإعلام بيسبوا بعضهم ليضلوا شادين العصب الطائفي. نعم. بيحكوا خصوصا قبل الانتخابات النيابيه، بكل محطه فيها بهمان. بكل محطه فيها قصه بيروحوا بيسبوا بعضهم ليشدوا عصب شارعهم. طيب مين بيكون مسؤول؟ الشارع. يتفضل الشارع ينتبه انه هو عم ينجر على القبر تبعه، هني عم يجروه على القبر، على المذله، عم يجروا الناس على المذله بكل معنى، بكل شيء. ناس عم تنذل بكل شيء. طب هيدا الاعوجاج القائم بهذا البلد لسنوات وسنوات، يعني ما رح يحله الا الشارع، يعني الا ما في حل ثاني. مع العلم لحساسيه لبنان يعني ما في حل ثاني بالنسبه لل في حل يعني الانقسامات الموجوده. في اتجاهين للحل. الاتجاه الاول انه يوعى المواطن انه بده دوله، والدوله تساوي قانون. دوله مش زعيم، في فرق بين الزعيم والدولة. الزعيم هيدا سلطة، نحن بدنا دولة مش سلطة.
دولي يعني قانون كله، الزعيم والمواطن متساويين تحت القانون، هيك المطلوب. هذا الوعي لازم يتعمم عند المواطنين، ولازم المواطن وقت بصير في انتخابات يعرف ينتخب اللي مع القانون، مش اللي تجاوز القانون واللي حرق دينه للقانون والى اخره. اثنين هيك بنغير. اثنين للاسف نحن مثل باقي البلدان بالمنطقه، نحن مش قاعدين بجزيره معزوله، وانت بتعرف في قوى سياسيه عندنا معظمها مرتبطه بمشاريع خارجيه، بمحاور اقليميه ودوليه، لذلك نحن شئنا ام ابينا جزء من هالصراع الدائر بالمنطقه وبالعالم، وبالتالي ايضا العامل الخارجي عامل مؤثر جدا في رسم مستقبلنا. عشان هيك بدنا نبني نحن بالداخل وعي مواطني بفكره الدوله، ليتقاطع بلحظه ما عندما بصير في ظروف مؤاتيه لتسويه سياسيه اقليميه دوليه، نقدر نبني نستعيد بناء الدوله على اسس القانون والدستور. هذا بده سنوات وسنوات يعني هالبناء. وعد فكره ما في يوعد العالم بكره، اكيد سنوات. نعم. اكيد. نعم. ما في امكانيه لتسويه اليوم لا بلبنان ولا بسوريا ولا بفلسطين ولا بالعراق ولا باليمن قبل ما يصير في وضوح ميزان القوى الدولي الى اين. اليوم امريكا مزبوط هي عم تدير ملفات منطقه الشرق الاوسط، روسيا موجوده بسوريا، الصين على علاقه قويه باسرائيل وبالعرب مزبوط بايران كمان، ولكن امريكا ما بتقدر تقرر سياستها اللي هي متطابقه مع سياسه اسرائيل بكل صراحه، خاصه هذا الرئيس قال انا صهيوني، اجى عرف عن حاله انه صهيوني، واسرائيل مشروع صهيوني، يعني مشروع الصهيونيه العالميه هي قاعده للقوى العالميه اللي هي عم تحارب معها هلا. نعم. اسرائيل مش كيان مستقل بذاته، اسرائيل قاعده لهذه المجموعه الدوليه اللي بتقودها امريكا، الحلف الاطلسي. نعم. شوفي كيف عم بدافعوا عنها. اثنين امريكا هيدي عندها القدرات وهي عم تدير، ما قدر تفرض شروطها لانه قوى الاخرى روسيا والله ايران والله الصين قوى معطله للمشروع الامريكي، غير قادره على هزيمته، وما عندها هي هيك برنامج لكيفيه هزيمته، بس هي معرقله ومعطله امكانيه تنفيذ المشروع كما هو. ولذلك والشرق الاوسط على القانين بالنص، لذلك بدنا ننتظر هالصراع كيف سينتهي، ما حدا بيعرف كيف سينتهي هالصراع بين هالقوى الكبرى حتى نشوف على اي قاعده بدنا نوصل لتسوية. وهون بدي استشهد حد، نحن عملنا حرب بلبنان، ظلت الحرب عندنا 15 سنه صح؟ نعم. من 75 لل 89 لصار في وقف للحرب، شو صار حتى صار وقف الحرب؟ حدا غلب حدا بلبنان؟ حركة الوطنية ما غلبت الجبهة اللبنانية، ولا الجبهة اللبنانية غلبت الحركة الوطنية، كان في توازن وصراع والحرب مفتوحة بعدها. وإجا ميشيل عون وبده يعمل حرب التحرير ضد سوريا، وبده يعمل حرب الإلغاء ضد قوات اللبنانية، كمان يطلع معه شيء. اللي صار بتلك اللحظة سنة 89 انهار حيط برلين، يعني انهارت منظومة الاشتراكية بال 89. نعم. عندما انهارت المنظومة الاشتراكية شو صار؟ صار خلل بالتوازن الدولي. نعم. كان في نظام الشيوعي حلف وارسو ونظام رأس مالي الحلف الأطلسي، بس انهار المنظومة الاشتراكية وحلف وارسو صارت الأمور بإيد أمريكا، لذلك اجت أمريكا لأنه صار الفريق المنافس ضرب، صارت ضعيف. شرطة العالم اعتبرت حالها صارت شرطة العالم، قالت لهم لهودي المتقاتلين بالحركة الوطنية والقوات اللبنانية كله تفضلوا على الطائف، واجت هي عملت اتفاق الطائف، قالت لهم ما بقى في حرب. بقي ميشيل عون معند بذاك الوقت صح؟ بال 89 رغم انه البطرك وافق على اتفاق الطائف، بقي عون ضد. شو صار؟ امريكا أتاحت لسوريا هي وإسرائيل، سمحوا لسوريا أنهم يفوتوا على لبنان بالتسعة ويفوتوا على قصر بعبدة. ما كان ممكن الطيران السوري السخاي السوري أو الميج السوري تضرب قصر بعبدة لو ما كان في موافقة أمريكية إسرائيلية على ذلك. وهذه كان عون برأيه أنه هي ما حتصير، مش ممكن إسرائيل تقبل أنه سوريا تقصف بعبدة. لا قبلت، قبلت لأن المعادلة الدولية كانت تفرض ذلك. طبعاً. نحن للأسف اليوم بواقع شبيه جداً، نحن بواقع شبيه جداً، بدنا على الأرض نتحرك لنبني هالوعي الوطني
ليشكل حاضنة بلحظة ما إذا تغير موازين القوى لإعادة ترسيم الأوضاع في المنطقة. بس المشكلة يوسف، حدا عم يتعلم من دروس التاريخ كل هذه الدروس اللي مرق فيها، يعني تحديدا الشعب اللبناني، يعني ما حدا أخذ عبرة من كل يعني هيدا هالسنين من العذاب من القوى النافذة. صح، ما حدا أخذ عبرة من القوى النافذة، القوى المهيمنة، يعني حتى الشعب اللي حضرتك اليوم يعني أنا كمان عم بتحكي عنه بالشعب. للأسف بدي لك أنا بحمل مسؤولية مش للمواطن العادي، بحمل مسؤولية للنخبة، للإليت، للي بسميهم المثقفين. هو المثقفين هن اللي بتحملوا المسؤولية، يعني هن اللي بتكون عندهم هالمعرفة. الجزء الكبير منهم ما بقي هون، يعني غادر فال ترك جزء ما بقي هون، معك حق. وجزء آخر التحق بمشاريع الأحزاب لأنه صار عم يفتش بمصالح شخصية. صار عنده هيك طموح كيف يحقق مصلحته الشخصية، يلحق حاله بيلتحق بهذا الحزب أو ذاك، ولو كان حساب القيم وبناء الدولة وبناء الوطن. كمان قسم منهم أو دي خسرهم الشارع، وفي قسم موجود، في قسم موجود ونزل بالثورة وناظر وبعده عم يناظر وبعده بيطلع بالتلفزيونات وبيحكي. ووصل فئة كمان منهم إلى مجلس النواب، إنما هاي الفئة شو عملت؟ مظبوط، كمان لحقت حالها مع الأحزاب. لا ما التحقت، ما التحقت كمان، ما مبالغ، ما يعني عملت الأداء المطلوب. بس ما عملت، ما توحدت. صح، ما عملت الأداء المطلوب منها، صحيح، وعملت أحباط عند الشارع، وهذا موضوع عم يتابعه ويتعالج. بس هذا مش معناته انه هول التحقوا لا ما التحقوا بالاحزاب، هودي اداء سيء، اداء ما تحمل مسؤوليه تحمل تعمل رافعه للناس اللي هن عطوها من اجل تصويب مسار يعني الدولة. اقل بمساله للأسف. انتخاب رئيس الجمهوريه، يعني يكون على الاقل عندهم موقف موحد، يعني بالنسبه لهذا الملف الاساسي اللي نحن يعني عم نعاني الناس اللي للأسف. للاسف يعني عم بعطيك مثل، وانت بتعرف مايك حق، وهودي للأسف نحن عم نتعاطى معهم كل يوم، عم نحاول نصوب هالأمور. ما يقسنا بعد منهم، بس هودي أساس ممكن يشكلوا خميرة للمرحلة المقبلة، لنرجع نبين بالمجتمع اللبناني في فئة واسعة 370 ألف صوت نزعوا العباءة الطائفية وعباءة الزعامة وإجوا على الدولة، أو انتخبوا مشروع الدولة. يعني إن شاء الله بس صراحة ما يكونوا ندموا أستاذ يوسف، ما يكون بالانتخابات المقبلة ما يرجعوا. بتأمل أنا وياكي ما يكونوا ندموا، وأنا وأنت واللي مثلنا نضلنا نعمل معهم أنه بتصير هيدي الكبوات، هيدي كبوة بتصير الكبوات عند الحصان القوي، بيجي حصان بس الحصان مرات عنده كبوة، هاي إن شاء الله نعتبرها كبوة وليست يعني كمان ما تنسى كمان يعني الطبقة السياسية الموجودة، يعني كمان في عندها ذكاء حاد كيف تقدر يعني تستقطب. مزبوط، بس هيدي مش قدر علينا، هاي الطبقة السياسية بما تملك من قدرات وإمكانات سرقتها منا، سرقتها من الشعب. بيجي الواحد منهم ما عنده بيت صار ملياردير، ملياردير. عرفتني أنا اليوم حدا بعت لي شغلي بيكان كيف سيارات أولاد الزعماء بيكان صفين ورا بعضهم بالأنتر كونتيننتال بيكان هونيك بأي يعني هيك عم نحكي كنا عن 50 مليار دولار، يعني وين راحت؟ أكيد مع أولادهم، مع الأولاد ومع الأحفاد. بس هني ما منقدر علينا، وأنا رأيي في إمكانية مثل ما قلت وصلنا 12 نايب بهالأصوات، بعد في إمكانية نواجههم بانتخابات مقبلة، وخاصة إذا اشتغلنا على تغيير قانون الانتخابات، لأنه هذا القانون قانون ظالم مفصل، هذا مفصل على قياسهم، نعم، وهذا مغاير للدستور، وهذا ضد القانون والدستور. إذا بنضغط لنرجع نغير القانون بما يصبح عندنا قانون عادل، أنا رأيي تغير نص الطبقة إذا مش أكثر، وهذا بيكون مدخل للتغيير الفعلي بانتظار تطورات إقليمية ودولية إن شاء الله يعني تساعدنا. أقل نقدر نحصن حالنا داخليا و... صح، وأقل كمان نقدر ننتخب رئيس، لأنه يعني بمنطقة تغلي، وحتى نحن ببلد يعني بحالة حرب، والشعب اللبناني بعده بحالة قلق، يعني ما بنعرف بعدهم عايشين بس الرد والرد المضاد. يعني بدنا نفوت على هيدا الموضوع. خلينا نحكي شوي بمسألة الرئاسة إذا بدك قبل ما ننتقل يعني موضوع للشق الأمني والحرب. لا اليوم ما في انتخاب رئيس، وبعتد من هون لل 26 ما في انتخاب رئيس، يعني هذا موضوع منسي. 2026؟ نعم، يعني نعم، يعني هذا المجلس بعد لقدام، هذا المجلس ما بعتقد بيدخل رئيس. نعم، هيك تقديري انا وقراءتي، بس وين المسؤوليه؟ خلينا مشان الراي العام كمان يكون عارف انه نحن بس بنحكي شعارات. لا، اليوم في فريق اللي اسمه الثنائي مع حلفائه
عطل انتخابات رئاسية سابقا سنتين ونص، وهلأ بدون شك هو عم يساهم مساهمة كبرى بتعطيل انتخاب رئيس. ولكن فريق الآخر بسمي حاله معارضة، نعم، أيضا بتحمل مسؤولية كتير كبيرة طبعا. ما بدي أقول على شراكته الأولى مع الفريق الثاني، لكن اليوم يا خي أنت بدك انتخاب رئيس على أساس الدستور. الدستور بيقول أنه المادة 74 والمادة 75 من أيلول 2023 المجلس النيابي هي أناخبة، نعم، هي أناخبة، نعم، بحالة انعقاد دائم حتى انتخاب رئيس. صحيح. طيب يا خي أنت معارض، المعارض بيكون مناضل، ليش قاعد بالبيت وبتقوله للرئيس بري دعينا على الاجتماع؟ نزل نزل يا خي، انتوا 31 وكنتوا 46 نايب، تفضل اقعدوا بمجلس النواب يوم 2 و3 ناضلوا مثل كل مناضل حقيقة عم يطالب بحقه. زلوا ناضلوا بتشوفوا شارعكم. عندك زيارة حضرتك كمان للنواب الموجودين أنا وهذا ملح الخلف قاعد هونيك، تفضلوا اعملوا مثله، وراحوا مضوا معه انه احنا موافقين على اللي عم تعملوا، وقعدوا ببيوتهم، نزلوا لعنده، قعدوا بالمجلس 46 نايب، خلي جمهوركم يعبي الشارع كمان، يكون يعبي الشارع ويضغط. انا رايي هي اداه ووسيله مهمه جدا للضغط داخليا وخارجيا لنسرع بانتخاب الرئيس. بس كمان يمكن في شغله، يمكن كمان في شغله اسهل شوي اذا بدنا نسهل الامور ويعني ويصير في عنا انتخاب. هلا الرئيس بري قال خلي يكون في حوار قبل هيدا، شو المشكله يعني اذا قعدوا وتحاوروا هالافرقاء مع بعض؟ كمان طالما بدها تؤدي لانتخاب رئيس، يعني شو المشكله اذا هالافرقاء السياسيين قعدوا؟ قراءتي انه الكل بدهم الفراغ، يعني هذا ما ببين، صاروا يعني في فعل كيدي، في فعل كيدي. هذيك الامره موجوده استاذ يوسف، فعل كيدي نحن عندنا بلبنان، فعل سياسي مش ممكن تكون بالكيديه، في مصلحة الوطن والمواطن متروكي على جنب وقاعدين نعمل كيدية مع بعضهم السياسيين. اليوم صاروا يحتالوا على الفكرة انه اذا نبيه بري عم بيقول تعالوا نعمل حوار، لا منروح بنعمل تشاور. لك شو هالطق الحنك بكل صراحة عم يضحكوا انتو. بس شو خلفية الموضوع؟ خلفية الموضوع ما بدهم انتخبوا رئيس، تضيع وقت، تضيع وقت، كسب وقت، فراغ يستمر لربما عند الافرقاء انه بصير تطورات اقليمية ودولية، كل فريق بيقول حتيجي لمصلحتي، فبنطر انا هذه التطورات لشو انا اعطيها من هلا؟ لا مش بس هيك، يعني اذا بتلاحظ للاسف تحرك حساب مين؟ دولة وشعب. الافرقاء داخليين هن مشاركين بعرقلة انتخاب الرئيس وعم بيعملوا مبادرة لانتخاب الرئيس كمان، هيدي بتكون اكيد يعني لفتتك. تمثيل، هذا اسمه تمثيل، والتمثيل تسجيل على الناس، يعني الناس البسطة الكذا ممكن يقولوا عمو ليك ولا عم بيعمل، مش مظبوط. هولي ما بدهم انتخاب رئيس، هول بدهم فراغ بانتظار انه يصير تطورات اقليميه دوليه، يعني هن بعضهم بانتظار كلمه السر الخارجي، مش كل كلمه السر والخارج مصحوبة بمكان اخر، خارج اخر اهتمامهم، الخارج اخر. هلا نحن والدليل ما عدنا شفنا مفادين، كان من وقت للتاني نشوف لادريون، نشوف حدا كان في خماسية عم تجي، وكان المكلف لادريون الفرنساوي. هلا تخمين نحن بحاجة قطع الامل نهائيا لادريون، مش بس هيك تخمين، صار بحاجة فرنسا لنعمل لها خماسية لبنانية ليشكل حكومة بفرنسا. ماكرون مش عارف يشكل حكومة، نزعناهم نزعناهم يعني للاسف شيء يعني مضحك مبكي للاسف. صحيح. انه نبقى بهيدي الحاله وبهيدي الاوضاع اللي عايشينها، نعم، وفي عندنا رئيس اقل، يعني فيها بحال بده يصير شيء مفاوضات كبرى، حكيت عن مفاوضات وتسويه كبرى، يعني لبنان يلحق حاله كمان، يكون في يكون في لنا سلطه، يكون لنا وجود. واليوم مش بس اهميه الرئيس انه اذا صار تسويات ومفاوضات يكون، نعم، في عندنا رئيس جاهز. اليوم بعدم وجود رئيس في حكومه تصريف اعمال شبه مشلوله، لأن في فريق منو مشارك فيها ومش معترف فيها، نعم، تيار الوطن الحر مثلا وفريقه، وبالتالي إدارات الدولة كلها مشلولة، يعني بعدم وجود رئيس حكومة شبه مشلولة، وبالتالي إدارات الدولة كلها مشلولة. إدارات الدولة ما فيها طوابع، ما فيها أوراق، يعني ما فيها كهرباء، ما فيها يعني، لذلك انت اليوم عندنا تحلل كامل. كيف ماشي هالبلد بعده؟ يعني كيف بعدنا مضايقين؟ الشعب ماشي حاله. اليوم في اذا بدك فيدراليه الابنيه، البنايات كل بنايه عامله دولتها لحالها، كل بنايه جايب المولد تبعها او الطاقه الشمسيه تبعها واللجنه تاعيتها والرئيس للجنه، هي عم تدير حالها. البلد هيك عايش بصراحه. نحن كمان عم نقدم نموذج جديد للعالم، ضحك انه عم نعيش بلا دوله، هذا الشعب العظيم قادر يعيش ويكفي بدون وجود دولة،
بلكي هذه الشيوعيه مثلا، بالشيوعيه هيك بيقولوا ما بيعود في دوله، بصير الشعب عم يدير حاله، بلكي نحن عم بلشي بالنموذج. نحن كثير عم نعطي نماذج للعالم على كل، بس نتمنى تكون نماذج جيده، لانه يعني حتى في بلدان ما عم تقبل انه والله صرتوا بتشبهوا النموذج اللبناني مثلا، عم يرفضوا وما عم بيقبلوا هاي الاهانه، عم بيعتبروها اهانه. اكيد لانه عندنا تحلل بكل مؤسسات الدوله، تحلل بالكامل، والدوله ماشي يعني الشعب شو الدوله، الدوله ماشي امورها. بعض الاحيان بعض مؤسسات الدوله بتعرقل للمواطنين، مش بدال ما تسهل لهم بتعرقل لهم، لانه دوله فاضيه للاسف تحتاج الى اعاده بناء الدوله، وهذا ما بينبنى الا مجلس نياب على قاعده فصل سلطات، مجلس نيابي للتشريع، توصل الدولة لطريق مجلس مسدود. وزراء للحكم ومجلس وقضاء للمحاسبه. نحن دوله ما فيها محاسبه، الدوله ما فيها محاسبه هيدي مش دوله، ما أنا دولة مزرعه. وصحيح من قال عنا مزرعه هي مزرعه بكل معنى الكلمه، ومتفقين هالرعيان كل واحد على الحكوره تبعه، على الحكوره تبعه بالمزرعه في حواكير، كل واحد حكوره. طب بهيك حالة أستاذ يوسف، لما توصل بلاد لطريق مسدود بكل شيء، ما في اتفاق بشيء، ما في حلول بشيء، في حل يعني وضع موجود أنه منرجع للشعب، نرجع للانتخابات، مش هيك مفروض يعني؟ هذا الأصول، يكون كل شيء انعدم وما في حلول، بدنا نرجع للشعب للانتخابات النيابية. هذا الأصول يعني هاي بإسرائيل عملوا 5 انتخابات بثلاث سنين، 5 انتخابات بالكويت بسنتين عملوا 3 انتخابات. عنا نحن ما في، المجلس بضل عايش بيمدد. يا خيي لازم يكون في مؤسسة تقول حلينا المجلس، خلي الشعب يرجع ينتخب الممثلين الحقيقيين تبعه. ما في محكومين نحن بمافيا خارج الدستور والقانون، عشان هيك كان شعار الثورة الشعب يريد تطبيق النظام. مين اللي عم يخالف النظام؟ السلطة. نحن بدنا الشعب بده يطبق النظام، بده دولة، اذا طبق النظام بصير بيمشي الدستور، بصير القضاء مستقل، بصير القاضي بيطار بيرجع بيستلم ملفاته وبيحاكم اللي عملوا جريمة المرفأ، كل الحياة بترجع تمشي طبيعي إذا مشي الدستور. بس ما بدهم، مافيا بتحكم خارج القانون، اسمها مافيا تحكم خارج القانون والدستور، بصير وبصيروا يصفوا بعضهم على الطريق. والمافيا عنا دخلت بكل شيء، بكل أي قطاع في مافيا، من الفيول للزراعة للصناعة لكل شيء، للدواء، أهم شيء للدواء، دخلوا بالدواء، دخلوا بصحة المواطن، دخلوا بتعليم المواطن، بكل شيء. يعني للأسف لما تسيطر المافيا على كل شيء ما بعد يعني ينوجد حلول لأي قطاع، منهم قطاع الكهرباء يعني صحيح. اللي استشرست فيه المافيا. مزبوط. رح كمل معك بهذا الحوار أستاذ يوسف مرتضى بعد هذا الفاصل، محطة إعلانية ونتابع. نتابع حوارنا مع المحلل والناشط السياسي يوسف مرتضى. استاذ يوسف، يعني حيال كل هذه المشكلات والازمات اللي استعرضناها مطولا التي يعانيها الشعب اللبناني، كمان عنده مشكله اكبر بكثير تتعلق بالهاجس الامني وعدم الاستقرار، يعني ما كمان مش عايش استقرار امني بحياته، ناطرين كل يوم صار الرد، والرد امتى الرد وامتى الرد المضاد، يعني الحرب يعني ما بين اسرائيل و حزب الله المقاومة في لبنان، وأيضا بين إسرائيل وحماس اللي ما عم تخلص، يعني هيدي الحرب اللي رح يصير لها سنة طوفان الأقصى. ايه؟ صرنا يعني بعد بدنا شوي شهر 11 يعني صحيح. الحرب نعم. لكن إذا بدك وجهة نظري الشخصية، أنا أبدأ أنه هاي الحرب الممتدة ل 11 شهر لو كان بيعود لتقديري الأمر وربطا بطبيعة القضية الفلسطينية والشعارات التي رفعت من هذه الجهة أو تلك لتحرير فلسطين، كان أنا برأيي إيران وحزب الله وما يسمى بمحور المقاومة كان لازم يفوتوا بسبعة أكتوبر، يعني كان لازم مثل ما عملت حماس هني بنفس الوقت يجيروها ويفوتوا على من الجولان ومن جنوب لبنان، وان ما كانت منسقه، وان استفردت حماس بهذا القرار، وان استفردت لانه كان عم ينسقوا مع بعض هني ما قبلوا، حماس فاتت اخذت مبادره لحالها بس هيك صارت، كان لازم نسندها يعني بقوه. ليش ما فاتوا؟ لان لو فاتوا كانت الخسائر اقل، وكان ممكن موقع التفاوض
مع اسرائيل ومع امريكا، يعني هي حرب مع امريكا، مع هذا يغلط بالفعل. يعني بالفعل كان موقع التفاوض افضل. اسرائيل خمس ايام ما قدرت تعمل شيء، بقوا حماس استنجدت فورا من البوارج والاساطيل الامريكيه. كان ما اجوا، كانوا بعد خمس ست ايام سبع اللي اجوا. انت كنت صرتي داخل منطقه الجليل او داخل الاراضي، صار موقعك التفاوض اقوى. نعم. وممكن الخسائر اليوم حزب الله صار متكبد فوق ال 500 شهيد بعد عيد. صحيح. طيب كان ممكن كمان اذا بالحسابات العسكريه والسياسيه كان افضل بكثير بصراحه. وبعدين لانه بالنتيجه مبادره حزب الله بفتح جبهه اسناد، جبهه اسناد اسمها اسناد، يعني الى حد ما هذا بيكشف انه ما كان في خطه تحرير. وقت بقول انا شغلتي اسناد يعني واشغال يعني انت ليس في استراتيجيتك كان التحرير. اذا لشو كنت عم تاخذ العالم كله على التوجهات؟ والله ايران نفس الشيء، منكب اسرائيل بالبحر بسبع دقائق. شعارات يعني سمعناها كثير، شعارات استهلكت وبين انه لا القصه مش هيك، نحن اسناد. طيب هلا بدون شك هذا الاسناد يعني عم بيزعج اسرائيل بدون شك، بس هذا له ارتدادات خطيره على البلد كمان. نعم. من ارتداداته على البلد عدا عن الخسائر اللي عم يتكبدها للحزب مباشره بكوادره بخيرة شبابه، ايضا عندنا نحن مضبوط تهجر اسرائيلي مستوطنين 100 و150 الف، بس كمان يتهجر 120 الف لبناني. نعم. وشريط من القرى كله عم يتدمر، ومثل ما تفضلتي الامن بالبلد مسيب الى حد ما، وفي حاله قلق عند كل العالم. مواسم سياحيه راحت، مواسم زراعيه مضروبه الى اخره، يعني مش عارفين حالنا لوين رايحين. ضف الى ذلك المبادره من حزب الله بمعزل عن الدوله بفتح جبهه اسناد، عمل انقسام بالبلد، عم الانقسام بالبلد. صحيح. الانقسام موجود، ولكن هذا الانقسام تعمق كثيرا بحيث انه طارت فكره الدوله. يعني اذا كنا بعدنا عم نشكي انه الدوله بالاداره هيك، اليوم طارت فكره الدوله بالكامل. من هون هذا كان انا رايي في امكانيه تفاديه بكل صراحه. هلا انه في يوقف ما بيوقف ما بعرف، بس انا بدي اقول لك اليوم ما تعرض له حزب الله هلا، والعالم ناطر الرد، وهل الرد حيستجلب حرب كبرى يعني واسعه او شامله او لا، كان من حزب الله والله من ايران. انا بمعلوماتي وتقديري السياسي انه حزب الله مدرك خطورة انه يعمل رد موجع لاسرائيل، لأنه ما تتحمله اسرائيل. ليش؟ نتنياهو اللي فات بالحرب وصار له 11 شهر وهو ما كان متوقع تمد 11 شهر، ولا حدا كان متوقع انه الامور تستمر هالقد. نتنياهو هو الوحيد المستفيد من الحرب، بيرغب باستمرار الحرب وتكبير الحرب. نعم. لانه نتنياهو حكومته المتطرفه من بن غفير لسموتريتش هولي مشروع إبادة الشعب الفلسطيني، مشروع إذا بدك إبادته يا بالتجويع يا بالقنبلة النووية، كان مرة قالوا يا بالقتل اليومي، نعم، يا بالقتل اليومي. نعم. بالتالي نتنياهو لينقذ حاله وحكومته بده يمدد الحرب، وبده يغرق المنطقة بحرب كبرى، بيصير هو جزء من هالحرب الكبرى. نعم. اللي بيغزو مين بده يعمل الحرب الكبرى؟ امريكا. بده هو يعمل ذرائع حتى امريكا تغطس بالحرب، هو ما في يعمل حرب. امريكا وايران. ايه طبعا. نعم. امريكا عندما تغطس امريكا يعني تكون غطست ايران. غطست ايران. هو جيشه ما بيقدر يعمل حرب، بمعزل عن امريكا جيشه منهك. اصلا قياداته عم تقول له نحن ما فينا نعمل حرب. وزير الدفاع تبعه عم يقول له نحن هاي حرب ما منها فائدة. وبالتالي هو بده يفتش عن ذرائع لجر إيران للحرب الكبرى وحزب الله، ليقول لأمريكا انزلي معي. أمريكا عم تعمل كل جهدها تتفادى هالعملية. وإن كان كل الخط عسكري أسلحة كله مفتوح لأسرائيل، عم تجي أمريكا بتجيب كل حاملات الطائرات تبعها. نعم. السفن الحربية غرقت البحر الأحمر والبحر المتوسط، ولكن هذا للإيحاء له أنه هني بيدعموه، ولكن هذا ايضا يعني السلاح يستخدم للتهويل على الفريق الاخر انه اياكم اذا انتم بادرتوا بحرب نحن موجودين، وبيعرفوا شو يعني موجودين، بيعرفوا قدرات امريكا قديش كبير، فلذلك هيدي بتمنع الحرب. انا من وجهه نظري حزب الله لن يرد،
وإيران لن ترد طالما المفاوضات ماشي. هلا اليوم في مفاوضات صح؟ حتى مين قال انه عطلوا المفاوضات؟ عطلوا المفاوضات وبالتالي يعطوا ذريعة لنتنياهو حتى يغطس امريكا بالحرب. حتى لو نتنياهو بتقديري انا، حتى لو نتنياهو والإدارة الإسرائيلية رجعوا عملوا عمليات اغتيال او ضربات موجعة للحزب ولإيران، بعتقد ما حيعطوا ذريعة. بس الحزب وإيران اكدوا ان الرد حتمي. ما فيهم لما يقولوا هيك، خلينا نكون واقعيين بالسياسة. ما في حزب الله وإيران اللي يعني تعرضوا لضربات كبير من النوع يقولوا لا نحن ما حنرد ونحن لا. بس انت بدك تقري بالسياسة انه هن بيعرفوا انه الرد الموجع عم بيعملوا خدمة لنتنياهو اللي هو بده يستدرجهم، هن ما حيعطوها لهدية لانه هدية لإله ونتيجتها عليهم صعبة جدا على الفريقين كان طبعا. إيران ولا حزب الله. لذلك ما في هذا الرد مؤجل، بديش اقول مش حاصل، هن بيقولوا اخذين القرار ومحددين الهدف وناطرين ساعة الصفر. انا بقول هذا الرد مؤجل اقله اثناء المفاوضات، اقله اثناء المفاوضات، واذا بده يصير يوما ما بده يصير بطريقة لا تعطي ذريعة لنتنياهو واسرائيل انه يوسع الحرب حتى لا تضطر امريكا الى الغطس بالحرب. عشان هيك امريكا اليوم اخدي على عاتقها انه هي تتولى عملية الضغط بالمفاوضات من اجل التوصل الى هدنة، مش الى وقف الحرب، الى هدنة 6 اسابيع بصير فيها تبادل محتجزين واسرى والى اخره وتأمين مساعدات وفيها شروط محددة. يعني بس تكون حماس خسرت ورقة الرهائن يعني كمان اذا قبلت معهم. هلا حماس هون السؤال، حماس ماشي كانت بخطة طرحها بايدن بشهر تموز وافقوا عليها بما فيها وقف اطلاق نار، بما فيها انسحاب اسرائيل من معبر فيلادلفيا ورفع ونسارين والانسحاب الكامل، مش ضروري دغري باول مرحله بعد ما تتابع المفاوضات تنسحب من غزه بالكامل، وانه هذه مفاوضات تستمر خلال 6 اسابيع يفرج عن قسم من الرهائن بين الاحياء واموال وبتكفي العمليه. بعد 6 اسابيع تستأنف المفاوضات، بتكفي المفاوضات لاستكمال وقف الحرب بشكل نهائي وانسحاب اسرائيل كاملا من قطاع غزه. كان وافقوا حماس على الموضوع، اللي خربط ورجع نتنياهو. ليش؟ لانه له مصلحه باستمرار الحرب، وله مصلحه اذا في من خلال استمرار الحرب يورط ايران وحزب الله وأمريكا ليستدرج امريكا على الحرب، هيدي مصلحته. امريكا عم تحاول تجي تاخر العمليه، تمنع الحرب، عملية التصعيد وتمنع الحرب. ليش؟ لأنه إلى مصلحة، علما أنه إسرائيل قاعدة أمريكية. شو مصلحتها؟ مصلحتها انتخابات اليوم، هاي مرحلة بأمريكا حساسة جدا، في بعد 2.5 شهر للانتخابات بأمريكا. الحزب الديمقراطي بيراهن كتير على الأيباك، على صوت اليهودي اللي زقف له كتير لنتنياهو بالكونغرس، وبنفس الوقت بدهم يضغطوا ليوقفوا حدة القتال بغزة لحتى يرجعوا يكسبوا الصوت العربي اللي هو ضد الجمهوري بميشيغان وبعض الولايات ليحققوا الفوز بالانتخابات. بعد الانتخابات لكل حادث حديث، هيك بصير. لذلك هني حريصين اليوم اذا بيقدروا يضغطوا على نتنياهو وعلى حماس ليركبوا صفقه لست اسابيع حيعملوها. واجا بلينكين شخصيا واجتمعت 3 ساعات مع نتنياهو امبارح وطلعوا بتصريحات وتصريحات فيها علك قد ما بدك. ولكن الامور مفتوحه بعدها، ما وصلوا لشيء، وحبعتوا هيدا وفود للبحث بالقضايا الفنيه بكيفيه الانسحاب من فيلادلفيا كما ونوعا والى اخره، ولا من السارين بيخلوا حواجز تفتيش ولا ما بيخلوا، وحول عدد الاسرى المحتجزين او المحتجزين كم واحد بفلتهم قبيل كم واحد أسير فلسطيني ومدد حكمه وإلى آخره، فايتين بهالديل كله سوا بتفاصيل دقيقة بالموضوع. بس هذا موضوع مفتوح بعده، مفاوضات ماشي والضرب ماشي، يعني التناغم أو سموه قواعد الاشتباك مكفية، المشاغلة مكفية، إن كان بغزة وإن كان بلبنان. وبارحة إسرائيل وسعت للبقاع أيضا بالضرب. صحيح. والحزب وسع لصفد ولحيفا وللجولان ولا يعني بس هيك عم تتطور الامور كمان، يعني ما بتعرف اي خطا ممكن يؤدي لاشتعال وهيدا بلحظه اليوم بدك تشهدي تصعيد من الميلتين عشيه المفاوضات.
طيب. كل المفاوضات تترافق مع تصعيد بهدف شو؟ بهدف تحسين الشروط. كل حدا بده يحسن المفاوض شروطه. كل المفاوض ليحسن شروطه بيضغط على الفريق الآخر بعمليات عسكرية. ممكن هون بيصير الخطر أنه إذا صار شيء خارج نعم. الحسابات نعم. ممكن الأمور تفلت نعم. بطريقة غير محسوبة ممكن. ولذلك أنا بعتقد نحن عم نعيش هاي المرحلة حساسة من هون لا تنتهي المفاوضات. متى ستنتهي؟ هل بقولوا الأربع؟ لا بعد انتهي بكرة. خصوصا يعني أنه نتنياهو مش بوارد يوقف يعني إطلاق النار. هترجع تنفتح المفاوضات يعني أنه ما وقفنا اليوم طيب بنمددها بعد يومين ثلاثة. طيب رحنا وجينا وفود على القاهرة من القاهرة بنرجع على الدوحة وهكذا بتضل القصة. ريثما إذا قدروا عملوا هالحل ست أسابيع بتكون هدنة هيدي ست أسابيع عم بيطلب فيها نتنياهو أنه أنا ما بنسحب في فيلادلفيا، أنا ما بقبل وقف الحرب إلا إذا أخذت تعهد خطي أمريكي أنه أنا بقدر استأنف الحرب بعد ست أسابيع. يعني بده يخلي فكرة الحرب موجودة. وهذا ما ترفضه حماس. وهذا ما ترفضه يعني حماس من جهة، وهذا أيضا اللي عم يعمل مشكل داخل إسرائيل. بإسرائيل جالانت امبارح بقول هاي فرصة أخيرة لحتى نحرر الرهائن. ماير لابيد بيقول له هاي فرصة روح حرر الرهائن. في ضغط إسرائيلي طب داخلي يعني كبير. ما ما وجد حدا بعد يعني أنه هيدا هالشخص اللي اسمه نتنياهو يعني اللي بعد ما شبع من الدم من الدماء وما من القتل وهيدا ما في حدا يوقفه. مش فرد نتنياهو. نتنياهو هو المشروع الصهيوني. نتنياهو هو اليوم قائد قوى التطرف بإسرائيل اللي هني بن غفير وسموتريتش وهولي اللي قلت لك اعتقادهم التوراتي. بس في كمان خط آخر يعني ضد اعتقادهم التوراتي هولي إبادة. نعم إبادة جماعية. إبادة جماعية. نعم. هو اليوم هاي فرصة لإله، فرصة لإله بكفي فيها. اليوم اللوبي الصهيوني اللي عم يدير أمريكا ما شهدنا الزئيف لإله هونيك كيف كان عم يزقف هذا المشروع. إذا هني بيعتبروا اليوم وقفت الحرب، إذا قالوا خلص أوكي وقفونا الحرب يا طيب، إذا وقفت الحرب مين ربحان فيها؟ هيك اليوم ما هلأ يعني يقال أنه عم ينشغل على المفاوضات أنه الكل يطلع ربحان. أنت مواطني عم نبعيد عم تشوفي إذا وقفت الحرب بعد 11 شهر وحماس بعدها موجودة. نعم ربحت حماس والسنوار موجود يعني انتصرت حماس ونتنياهو والقتال بعده قائم. بعد حماس عم تقاتل تضرب دبابات واكثر من هيك عم تتطور العمليات بالضفه الغربيه. عمليات استشهاديه ايضا فتحوا جبهه جديده بالضفه الغربيه بعمليات استشهاديه. مين بيكون ربحان؟ لذلك هذه حرب وجوديه عم يعتبروها هذا الفريق اليهودي، عم يعتبروها حرب وجوديه، وهذه مدعومه هالحرب الوجوديه من الحركه الصهيونيه. نعم. عشان هيك بامريكا عم تضغط هالاداره لانها لها مصلحه انتخابيه تهدي الوضع، بس ما إلى مصلحة انتخابية يطلع أنه نتنياهو والحركة الصهيونية مهزومة بفلسطين. تبي هون المعادلة الدقيقة. عشان هيك بدنا نعيش المرحلة شو بيسموها شد الحبال. هاي شد حبال بدنا نضلنا لآخر لحظة يعني عشان هيك بين شد الحبال كل يوم في مجازر. في مجازر يعني مجازر المجازر مين عم بيعمل حساب؟ للأسف للأسف يعني اليوم الشارع إذا بدك هاي المجازر هي اللي غيرت وعم تغير بثقافة الشارع بالغرب. غيرت جذريا بثقافة الشارع يعني أصبحت إسرائيل منبوذة. كان تحت سيطرة ثقافة اللوبي الصهيوني والهولوكوست وإلى آخره، اليوم انقلب بالعكس ضد هذه الثقافة وعم يلعب دور كتير كبير. وأنا نتأمل بالمستقبل بالانتخابات، هذه بلدان فيها انتخابات وفيها رأي عام والرأي العام بحاسب. أنا رأيي حتعمل تغيير مستقبلي حكما. هذه هيدا الشارع بأمريكا هو وقف حرب فيتنام. حرب فيتنام بقت كم سنة ما وقفها إلا انتفاضات الجامعات طلاب الجامعات أنه كفى حرب. طب نحن اليوم ممكن بمرحلة جاية نكون أمام مشهد من النوع. نتنياهو ومعه جزء من اللوبي الصهيوني عم يراهنوا على مجيء ترامب وأنه ترامب مشروعه بيتطابق مع مشروع المتطرفين بإسرائيل. ترامب مزعوج من أنه إسرائيل نقطة على الخارطة. نعم بده يوسعها لإسرائيل. نعم. هو مش هيك بس، هن عندهم مشروعهم الجوهري، مشروعهم أساسه الدولة الوطن البديل. وين الوطن البديل؟ بالأردن. أنه الأردن هو بيتحول إلى دولة فلسطينية وبصير تهجير كامل للفلسطينيين من الضفة من غزة وعرب 48 عمل كمان قانون الدولة اليهودية.
الغير يهودي بيشلحوا الباسبور والوفل. هذا صراع مفتوح. هلا المؤسف انه ميزان القوى الدولي بنوا ناضج لحد يقول له ستوب لامريكا، تاخذي قرار بمجلس الامن اعتراف بدوله فلسطينيه، 143 دوله بيعترفوا بمجلس الامن، 13 دوله بصوتوا مع، ودوله هي دولة بريطانيا واحدة تمتنع عن التصويت، امريكا بتستخدم الفيتو بتروح. يعني مشكله، لذلك هون المشكله. ايمتى بدك تنطري ميزان القوى الدولي حيتغير ولا لا؟ ما هو ولا امريكا يعني للاسف هيدا الميزان لصالح اسرائيل ما زال، لصالح اسرائيل اليوم ولصالح الفوضى. نعم. هاي الفوضى العارمه وين ما كان، والحرب رجعت انفجرت بروسيا مش عن عبس، هجوم اوكرانيا بكورسكا بروسيا مش عن عبس، التوتر اللي عم بيصير ببحر الصين بين تايلاند وبين الصين، كله هذا مدروس، مدروس كل العالم على حضرتك. كمان يوسف يعني باحث بالشؤون الروسيه قال تجد انه كمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد عن هذا كل شيء عم يحصل بالشرق. شو بده يعمل؟ شو بعيد؟ يعني ما هو كمان هو من القوى يعني هو قوه عظمى ورطوه بحرب، هو اكبر غلطه تبعه انه تورط بالحرب. بس كمان فرضت هيك يعني انه صارت على الناتو وصار على عند خصم. اوكي اذا غرقان بحاله هو شو في يعمل؟ هو قاعد بسوريا، وبسوريا هو كمان علاقته باسرائيل يعني ما انا سيئه، يعني في كثير يهود يعني مش كثير يهود بس هو علاقته باسرائيل. اليوم هو اجى عطى لايران اسلحه دفاعيه، رادارات وصواريخ مضاده للسفن ودفاعات جويه، ما اعطاهم اسلحه هجوميه، وقال لهم الاسلحه اللي اعطاهم اياها ممنوع استخدامها ضد اسرائيل ايضا، ونبههم انه اياكم انتم تستجيبوا لتصعيد اسرائيل، انتبهوا عم تنجروا على محل غلط. يعني بوتين مش عارف حاله وين، فينا نقول يعني ضايع، عارف حاله، عارف حاله بس مش بموقع القوه اللي بيقدر يعمل توازن مع امريكا. اليوم بوتين بموقع ضعيف، موقع واحد الحرب بقلب بيته، بدك تقولي له شو يعمل برا؟ طب الصين ايضا اللي كمان العملاق الصيني، العملاق الصيني مصالحه باسرائيل مثل مصالحه بالسعوديه، نفس المصالح، عامل مرفق حيفا وعمل مصنع صواريخ بالسعوديه، وبيستورد نفط من السعوديه وبيستورد نفط من ايران، عامل معاهده مع ايران وعامل معاهده مع السعوديه. الصيني ما بفوت بحروب، الصيني بده يطعمي مليار و300 مليون. نعم. وامريكا بتعرف توجعه. اليوم سحبت امريكا كثير من الاستثمارات من الصين، 150 الف شركه صينيه صناعه سيارات كهربائيه، صناعه الكترونيات وصفائح الكترونيه. نعم. ده اليوم في تراجع بالنمو، كان 8% صار 3% بالصين بقرار امريكاني، لذلك الصين حذره جدا، ما بتفوت بالكباش، بتضلها تناور لحتى ما تفوت بصراع مفتوح. عشان هيك هيدي اللي اسمها بريكس كمان، هيدي تقاطع مصالح على القطعه، ما عملت جبهه متماسكه سياسيه بوجه السياسه الامريكيه لتواجهها بكل صراحه. والصين اجت امريكا عملت بدال خط الحرير، فاتت الصين عم تعمل خط الطريق الحرير. نعم. لتجي بسلاعها بطرق البريه والبحريه على اوروبا، على الشرق الاوسط الى اخره، على افريقيا، اجت اخترعت خط الهند. الهند. نعم، الخط الهندي. خط الهندي اللي بيجي ايضا على الخليج، على حيفا، على لذلك هذا صراع خطير. نحن برغز، مش برغي، ما بنساوي برغي بالمكنه يعني، بدنا ننطر محصلة الصراع. طب بحسب المعطيات يعني استاذ جيش طويلة، ليش بعد هيدي النقطة؟ هيدي 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 خصوصا هون الشعوب، يعني نحن ببلدان منهارة انتخابات بامريكا، مين حيربح بامريكا انتخابات؟ لمصلحة يعني نحن كشعب بعد الانتخابات بامريكا واضح كل العالم، نحن مين بنفضل؟ كل العالم يعني من افضل لنا؟ نحن الافضل لنا يحلوا عنا، الافضل لنا، الافضل لنا مش حيحلوا عنا، لازم الافضل لنا نحن ناخذ قرارنا بايدنا، الافضل لنا اللبناني يكونوا لبنانيين. يعني كقضايا يعني عم نحكي هلا عن طوفان الاقصى، يعني انا قضايا كبرى وعناوين كبرى. اليوم اسرائيل هي ذاتها يعني شفنا بايدن مواقف، هو عم نشوف ترامب يعني شو مخيف ايضا مواقف. صحيح. هلا ما فيني راهن على بايدن. نعم. ولا على الحزب الديمقراطي، فينا نقول هودي بالتمييز بيناتهم، انه الحزب الديمقراطي يعني كلينتون عمل اتفاق عربة وعمل اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين مع رابين، ضغط، بس كان في حزب العمل مش المتطرفين. نعم. بدك هون تغيري بالقوى. نعم. كل شيء في نتنياهو ما تفكري بحل،
بده يفل نتنياهو ليفلوا المتطرفين لتيجي حكومه جديده باسرائيل. يعني هذا اللي بده يشتغل عليه انه نتنياهو ووزرائه المتطرفين يظهروا من هالحكومه. هيدي شغله امريكا وشغله الشعب الاسرائيلي وشغله الدوله. وهن فاتوا بانتخابات مش حيغيروا شيء. عشان هيك نحن بدنا ننطر اليوم انتخابات امريكا. هاي الانتخابات مين حيربح فيها؟ مش بخمسة تشرين وسبعة وعشرين تشرين. مين ما ربح لمصلحة إسرائيل أستاذ يوسف؟ لمصلحة مين ما لا مش ضرورة في من أكيد أمريكا مع إسرائيل يعني لو لم تكن إسرائيل لوجدنا إسرائيل. هي هي أمريكا قاعدة ما من الأول إن أمريكا قاعدة لإلهم. مش موضوع بس إسرائيل، موضوع العالم، مش موضوع إسرائيل بس، موضوع العالم كله عكف عفريت. بدك تنطري إدارة أمريكية جديدة. أنت الإدارة الأمريكية جديدة، مش قبل آذار ونيسان ال 25، هاي الإدارة جديدة لتقول شو استراتيجيتها بالعالم. يعني عندنا سنة بعد على القليلة لتيجي تقول استراتيجيتها وتبلش تحضر إسرائيل بين السلم والحرب، وين بتوسع حرب، وين بتقول بدي أعمل وساطة. في عندنا سنتين مش سنة، سنتين حتى تتضح الأمور إلى أين نحن ذاهبون بكل صراحة. صحيح. عشان هيك يا لبنانيين، يا أيها الشعب اللبناني العظيم، يا خي لا بدنا نضلنا رابطين مصراننا بمصران الآخرين. انتوا قوموا مع زعمائكم، قوموا عليهم، خلينا ناخد قرارنا بإيدنا، نفك من هالمحاور ونفك من هالالتحاق بهذا المحور أو ذاك، ونعمل بلدنا ونحن نكون مع القضايا الإنسانية كانت فلسطينية أو غير فلسطينية. هذا الحل تبعنا بكل صراحة، وغير هيك ما في. يعني ما هذا الكلام استاذ يوسف، رح اختم هذه الحلقه، انتهى وقتنا، واهلا وسهلا فيك، وان شاء الله تكون يعني هالرساله وصلت ان شاء الله، يكون في يعني اذان صاغيه لها. ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله. شكرا لكم ايضا لك وللمشاهدين. شكرا لكم. لا بالعكس، شكرا لكم مشاهدينا، والى اللقاء.